Flash Sport. صباح النور، أجمل تحية لكل أوفياء الإذاعة الوطنية. مرحبا بكم في فلاش سبور. البطولة الوطنية، بطولة الرابطة المحترفة الأولى، تواصل نشاطها خلال هذا الأسبوع من خلال مباريات يوم الغد الخميس 3 أكتوبر، لقاءات الجولة الرابعة ذهاب من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الأولى التي ستكون على النحو التالي. الملعب البلدي بسليمان سيحتضن مباراة مستقبل سليمان النجم الساحلي بإدارة الحكم الصادق السالمي، انطلاقا من الساعة 2:30 ظهرا. في الثالثة ظهرا خليل الجري سيدير مباراة النادي الرياضي صفاقسي والقوافل الرياضية بقفصة. الملعب التونسي يستضيف النادي البنزرتي دون حضور جمهور بإدارة الحكم فرج عبدلاوي. الأولمبي البيجي يستضيف شبيبة العمران دون حضور جمهور بإدارة الحكم نعيم حسني. منتصر بالعربي سيدير مباراة الاتحاد المونستيري واتحاد بن قردان. نجم المتلوي يستضيف الترجي الرياضي التونسي أيضا مباراة دون حضور جمهور بإدارة الحكم بديس بن صالح. واتحاد تطاوين يستضيف مستقبل جابس بإدارة الحكم أمين فقير. والمباراة الأخيرة في برنامج لقاءات يوم الغد الخميس ستكون انطلاقا من الساعة 4:30 في ملعب رادس، النادي الإفريقي يستضيف الترجي الجرجيسي بإدارة الحكم يسري بعلي. فكرة عن وضعية الفرق والترتيب قبل مباراية يوم الغد. النادي الإفريقي، الترجي الجرجيسي، الأولمبي الباجي لكل فريق 9 نقاط، الترجي الرياضي التونسي المركز الرابع 7 نقاط، شبيبة العمران 6 نقاط، الاتحاد المنستيري 5 نقاط، النادي الرياضي صفاقسي في المركز السابع، صحبة الملعب التونسي لكل فريق 4 نقاط، ثم نجم المتلوي، النجم الساحلي، اتحاد تطاوين لكل فريق 3 نقاط، مستقبل جابس في المركز الثاني عشر مع النادي البنزرتي نقطتين لكل فريق، مستقبل سليمان بنقطة وحيدة في المركز الرابع عشر، المركز الخامس عشر والسادس عشر الاتحاد بن قردان، والقوافل الرياضية بقفصة بصفر من النقاط. في آخر أخبار الأندية، القوافل الرياضية بقفصة تعيين هيئة تسييرية جديدة بعد اجتماع الأمس في مقر الولاية. الهيئة التسييرية تتكون من السادة رياض الحمدي، كريم مراد، منصور طلال، وعادل مراد، بعد طبعا استقالة رضا المحمدي من منصبه كرئيس للهيئة التسييرية السابقة. وتم تحديد يوم 20 أكتوبر الجاري كموعد جديد للجلسة العامة الانتخابية للقوافل الرياضية بقفصة، وسيكون يوم 8 أكتوبر آخر أجل لقبول الترشحات. وزير الشباب والرياضة البارح من خلال زيارته لمدينة صفاقس واطلاعه على الملاعب والمنشآت الرياضية في ولاية صفاقس، أكد وأنه سيقع تهيئة ملعب طيب المهيري بصفاقس خلال الفترة القادمة من خلال تركيز كراسي والإنارة الكاشفة وتأهيله ليحتضن مباريات كأس الاتحاد الإفريقي بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي اللي مثلنا ويمثل كرة القدم التونسية في هذه المسابقة، وسيكون جاهز لاحتضان مباريات النادي الرياضي صفاقسي. هذا ما أكده وزير الشباب والرياضة البارح كما قلت في زيارته لملعب طيب المهيري بصفاقس، وأكد وأنه أيضا سيقع توسعة الملعب في الفترة القادمة حتى يكون يعني يتسع لـ 20,000 كرسي و 20,000 متفرج في المباريات القادمة. دائما مع أخبار وزارة الشباب والرياضة، في بلاغ صادر عنها البارح تذكر فيه بمورد بالمذكرة المؤرخة في 19 سبتمبر 2024 الصادر عن وزير الشباب والرياضة والموجهة إلى السيدات والسادة رؤساء الجامعات الرياضية حول الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية، والتي تنص على أنه في إطار مراجعة الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية تبين أنه تم تنقيح بعضها في اتجاه عدم تحديد المدد النيابية لمكاتبها الجامعية أو تجاوزها لعدد 3 دورات، وبالرجوع إلى القوانين المقارنة ودراسة الأنظمة الأساسية للهياكل الرياضية الدولية على غرار النظام الأساسي للجنة الدولية الأولمبية في الفصل 20 منه، فإنه انتخاب رئيسها يكون من بين أعضائها لمدة 8 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة 4 سنوات. وبالإطلاع على الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية الدولية أيضا نجد أنها حددت الدورات النيابية لعدد 3 مدد في أقصى الحالات، وحيث نصت جميع الأنظمة الأساسية النموذجية للجامعات الرياضية التونسية لسنوات 2009 و2010 و2011 على تحديد الفترات النيابية لأعضاء المكتب الجامعي، وهو ما انطبق على كل الجامعات الرياضية التونسية التي تولت بدورها اعتماد هذا التمشي، وحيث تدفع إرادة الدولة من خلال تحديد الفترات النيابية إلى تكريس مبدأ التداول على رئاسة الجامعات الرياضية، وحيث ينص الفصل 9 من القانون الأساسي للهيكل الرياضية على أنه تسيير الجامعة الرياضية يعتبر مرفق عام في إطار الصلاحيات التي تمكنها منها الوزارة المكلفة بالرياضة.
وحيث أن سياسة الوزارة المستمدة من استقرار الرأي على تحديد الفترات النيابية صلب الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية لمدة لا تتجاوز 3 فترات نيابية تأتي في إطار التشجيع على العمل التطوعي في الميدان الرياضي، مما يفتح المجال أمام طاقات وكفاءات جديدة وشابة راغبة في الترشح للمناصب التسييرية لهذه الهياكل. وعليه فإنكم مدعوون لإلاء هذه المذكرة العناية اللازمة وتعديل أنظمتكم الأساسية في اتجاه حصر المدد النيابية في عدد 3 دورات في أقصى الحالات، وذلك باعتبار المدد السابقة، كما تؤكد الوزارة من خلال البلاغ الصادر عنها البارح على أن المذكرة الصادرة عن السيد المكلف بتسيير الإدارة العامة للرياضة سابقا والمؤرخة في 27 سبتمبر 2024 تعتبر لاغية. إلى أخبار المنتخب الوطني التونسي، الناخب الوطني السيد فوزي البنزرتي سيعقد ندوة صحفي يوم الجمعة 4 أكتوبر انطلاقا من الساعة 11 صباحا بقاعة الندوات بالإدارة الفنية الوطنية بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم لتقديم قائمة اللاعبين المدعوين للمنتخب الوطني التونسي وتربص المنتخب اللي باش ينطلق يوم 7 أكتوبر بالعاصمة استعدادا لمباراتي جزر القمر في إطار ذهاب وإياب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية يومي 11 أكتوبر برادس ويوم 15 أكتوبر بأبيجان. في آخر أخبار لاعبين خارج حدود الوطن، البارحة النبع المجربي لعب 82 دقيقة في مباراة فريق بيرنلي في الدرجة الثانية واللي فاز بهدف مقابل صفر أمام بليموث، ونال حنبع المجربي تقييم 6.7 نقاط. فراس بالعربي هو الآخر لعب مباراة كاملة مع فريقه الشارقة اللي تعادل 2-2 مع الوحدات الأردني في دوري أبطال آسيا، وتحصل فراس بالعربي على ثالث أحسن تقييم من خلال حصوله على 7.2. وجدي كشريدة البارح خاض أول مباراة ليه مع فريقه الجديد الغرافة واللي فاز 4-2 على العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا. وجدي كشريدة خرج في دقيقة 72 من المباراة، في المقابل فرجاني ساسي اللي كان قائد لنادي الغرافة لعب مباراة كاملة وتحصل على تقييم 6.8. دورة اتحاد شمال افريقي لاقل من 17 سنة اللي باش تدور فعالياتها في المغرب من 9 الى 24 نوفمبر الجاري والمؤهلة لنهاية كأس افريقي للأمم اقل من 17 سنة، المنتخب الوطني التونسي يستهل مشاركته يوم 11 نوفمبر بمواجهة الجزائر، 14 نوفمبر تونس ليبيا، 17 نوفمبر تونس المغرب، ثم يوم 20 نوفمبر تونس مصر، وفي الجولة الأخيرة يوم 23 نوفمبر المنتخب الوطني التونسي سيكون معفى من خوض لقاءات هذه الجولة. بالنسبة لكرة السلة اليوم باش يكون الموعد مع لقاءات الجولة الثالثة بالنسبة للبرو آ شبيبة المنازه انطلاق من الساعة 6 مساء تستضيف الدالي الرياضية بغرومباليا نادي الإفريقي نادي كرة السلة بالمهدية نجم حلق الواد الاتحاد المنستيري اتحاد الأنصار النجم الساحلي، والشبيبة القيروانية تواجه النجم الرادسي. الجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا البارح النتائج، والنتائج في الحقيقة عريضة ومتوقعة بالنظام الجديد وبالعدد الكبير للأندية المشاركة في هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا. البارح أعرض نتيجة لبروسيا دورتموند الألماني اللي فاز على سلتك ب7 أهداف مقابل هدف وحيد، إنتر ميلانو فاز على النجم الأحمر ب4 أهداف مقابل صفر، برشلونة فازت على يونغ بويز السويسري 5 أهداف مقابل صفر، سالزبورغ على أرضية ميدانه ينهزم أمام بريست ب4 أهداف مقابل صفر، تعادل شتوتغارت وسبارتا براغ هدف مقابل هدف، أرسنال يفوز على البي اس جي بهدفين مقابل صفر، بي اس في اندهوفن الهولندي تعادل مع لشبونة هدف مقابل هدف، ومانشستر سيتي يعود بانتصار خارج القواعد ب4 أهداف مقابل صفر أمام براتيسلافا. هذه هي نتائج البارح بالنسبة لدوري أبطال أوروبا اللي نختم بها فلاش سبور. أجمل تحياتي، إلى اللقاء.